دوري ابطال افريقيا وحدث مهم جدا. كلنا شفنا قرعه دوري ابطال افريقيا يوم الثلاث وشفنا القرعه اسفرت عن مواجهات صعبه جدا، ثلاث مباريات دربيات عربيه، الاهلي والرجاء، الترجي وفاق سطيف. بنتكلم كمان على شباب بولسداد مع الوداد المغربي، لكن هناك مباراه اخرى بقى ما بين بيترو اتليتيكو الانجولي وسان داونز الجنوب افريقي. طيب الفائز من الاهلي والرجاء هيواجه الفائز ما بين الترجي ووفاق سطيف الجزائري، والفائز بين الوداد وشباب بلوزداد هيواجه الفائز ما بين بيترو اتليتيكو الانجولي مع سان داونز الجنوب افريقيا. مباريات قويه وصعبه وفيها ثلاث دربيات وثلاث مباريات عربيه يا امير، وكمان ماتشات مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه. ماتشات مهمه وصعبه جدا، لكن الاهم بالنسبه لنا احنا ان احنا ان شاء الله نكون مركزين كده مع فرقتنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالتاهل لنصف النهائي، عشان زي ما قال توفيق من شويه كده يكون انجاز غير مسبوق انك تكسب البطوله للمره الثالثه على التوالي. مفيش اي فريق في قاره افريقيا فاز بالبطوله ثلاث مرات. الاهلي كان قريب يا محمد بالمناسبه ان هو يفوز بيها، لما قريب مرتين قبل كده لما كسبنا مثلا في 2005 و2006، وجينا في 2007 خسرنا لاسباب كلنا عارفينها طبعا، قدام النجم الساحلي مباراه شهيره عبد الرحمن عرجون بالظبط، وفي برضو بعض الفترات الاخرى كنا قريبين جدا ان احنا نحقق البطوله ثلاث مرات. ان شاء الله المره دي تبقى الثالثه ثابته بقى، ونقدر ان احنا ناخد البطوله ثلاث مرات. طيب خلينا نروح لتقرير مع الجماهير وتوقعاتهم للفرق المتاهله من ربع النهائي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ونرجع نكمل. يلا بينا. طبعا الاهلي في النهائي، نادي الوداد، انا بقول يا شباب الازداد يا الا وفاق سطيف. هو ان شاء الله يبقى الاهلي والوداد وسان داونز والترجي. هيبقى الاهلي والترجي وسان داونز والوداد ان شاء الله. ان شاء الله يعني النادي الاهلي والترجي وسان داونز والوداد ان شاء الله، يعني ان شاء الله الاهلي يعني ياخد البطوله ويصعد ان شاء الله كاس عالم للانديه ويحقق البطوله جميله يعني ان شاء الله، يعني زي كل سنه. وطبعا احنا عايزين طبعا النادي الاهلي ده، لان ده فريقنا واحنا بنشجعهم اكثر من 40 سنه، وبنتمنى برضو ان فريق الدول العربيه زي الوداد وسان داونز. الاهلي والترجي وسان داونز والوداد، يعني ان شاء الله الاول نتمنى للاهلي وسان داونز والترجي والوداد. الاهلي اول والترجي وسان داونز والوداد ان شاء الله، يعني الاهلي والترجي والوداد وسان داونز. وان شاء الله طبعا الاهلي طبعا ان شاء الله نتمنى ان هو ياخد البطوله، وطبعا سان داونز عشان فريق قوي طبعا. الاهلي ان شاء الله والوداد والترجي وسان داونز، وباذن الله الاهلي هتوصل وهتصعد للنهائي وان شاء الله ناخد الكاس.